اغتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه الطيبين الأطهار. مشاهدينا، أرحب بكم وأحييكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من حصتكم اليومية هل سألوا عبر قناة القرآن الكريم، لنجيب على أسئلتكم الدينية والفقهية. باسمكم جميعا نسعد بالترحيب بشيخنا الفاضل الشيخ عمار محجوبي، أهلا وسهلا بك بيننا. مرحبا بكم أستاذ حمزة، ربي يحفظك إن شاء الله. سعداء بلقائك. الله يبارك فيك يا ولدي. الله يسلمك شيخنا، حفظك الله ورعاك. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، حديثنا إليكم في افتتاحية هذا العدد نتوقف فيها عند حب الوطن من الإيمان. شيخنا الشيخ عمار محجوبي، ما الذي يمكن أن نقوله في هذا الباب للمشاهد وللمشاهدة الكريمة؟ جزاكم الله خيرا أستاذ حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كثيرون هم الذين يعتقدون بأن الإيمان والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل لا يكون إلا بالصلاة والصوم والزكاة والحج وما إلى ذلك، ولكن مع ذلك فإن الكثير من الأعمال التي نقوم بها والتي نعتقد أنه لا علاقة لها بالإيمان إطلاقا هي دليل من دلائل الإيمان. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج من مكة المكرمة، عندما خرج منها وكان محبا لوطنه لمدينته، نظر إليها وقال: الله يعلم أنك لمن أحب الناس لمن أحب البلاد إلي، ولكن قومك أخرجوني. ولعلكم تلاحظون أن النبي عليه الصلاة والسلام على جلالة قدره وعلى محبته للناس جميعا، إلا أن محبة البلد ومحبة الوطن كانت ثابتة في قلبه. الله يعلم أنك لمن أحب البلاد إلي، لكن قومك أخرجوني. ولذلكم الشاعر يقول: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. قد يقول قائل: هذه مبالغة. ليست مبالغة إطلاقا، وإنما لأن محبة الأوطان من الإيمان. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أسكن ذويه أو عائلته في مكة المكرمة قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. ولذلك أنتم تلاحظون بأن سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء وصاحب الحنيفية السمحاء كان من عمق ارتباطه بالله عز وجل أن يدعو لوطنه: وارزق أهله من الثمرات، حتى أن إبراهيم قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وسكت. لكن المولى عز وجل استدرك عليه وقال: ومن كفر. أي إن الوطن ينبغي أن يكون محضنا للجميع. ولذلك فلقد ورد في الحديث أن حب الوطن من الإيمان، ولا يهمني أن يكون الحديث ضعيفا أو صحيحا، وإنما يهمني أن المعنى الذي نناقشه معنى يعني فيه عمق وفيه صدق. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا أن نحب أوطاننا. ولذلك يا أيها الإخوة الأعزاء، قد يقول لقائل: لقد علمنا بأن حب الوطن من الإيمان، فما معنى ذلك؟
معنى ذلك أن يخدم الإنسان وطنه من حيث هو. المؤمن كالغيث أينما حل نفع. فالفريق الذي ينشط في هذه الحصة من أجل أن يبلغ هذا النشاط ربما ولعل هذا النشاط ينفع الأمة، هذا فريق يحب وطنه، كل في مجاله، الصحفي في مجاله، والمهندس في مجاله، والتقني في مجاله، وكل من كان له جهد من قريب أو بعيد، فإنه عندما يتقن هذا العمل وعندما يعمل من قلبه من أجل إعطاء صورة ناصعة لهذا الوطن، فإن هذا يعتبر من الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء 70 من الإيمان. قد يقول قائل: ما الذي يدعونا إلى أن نقول هذا الكلام؟ الذي يدعونا إلى هذا الكلام أنه عندما يهتم الإنسان بأن يميط الأذى عن الطريق، بأن ينفع غيره وينفع جيرانه، فذلك من الإيمان. ولذلك فإن المحبة ليست مجرد أن يتغنى الإنسان بوطنه، وليست مجرد أن يقول فيه قصيدة عصماء، أو أن يكتب في حقه قصة مؤثرة، أو يرسم من أجله لوحة يعني معبرة، وإنما أن يعتبر نفسه ربما في هذا، أن يعتبر نفسه حيثما وجد خادما لهذا الوطن الذي يعز علينا. ولقد يقول قائل: إن الدعوة إلى حب الأوطان ربما تتناقض مع الأخوة التي جاءنا بها الإسلام. كلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون أرضه فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. ولذلك عندما يكون الإنسان عنده حب يجعله ربما يبذل النفس والنفيس في سبيل وطنه، فإن هذا العمل الذي قد لا نحسبه عبادة إطلاقا يعتبر من العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله. وربما من مظاهر محبة هذا الوطن أن يعيش الإنسان مع إخوانه الذين في هذا الوطن على أساس المواطنة، لا ينظر إلى أعراقهم ولا إلى أجناسهم ولا إلى ألوانهم ولا إلى وطنهم، وإنما ينظر إلى كونهم يعيشون معه فيها في نفس الأرض. ولذلك ربما الإسلام ربما سباق، ففي حين كانت محاكم التفتيش تفرق بين هذا وهذا على أساس طائفي، فإن الإسلام علمنا بأن الناس سواسية كأسنان المشط، ولا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. ولذلك يا أيها الإخوة الأعزاء، إننا عندما نعيش في هذا الوطن، عندما نزرع، علينا أن نعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا إلا كان له به صدقة أو إلا كان له به أجر. فأنا أعمل من أجل أن أضرب في الأرض، وأعمل من أجل أن أعمر هذه الأرض، وينبغي علي أن أستصحب نية التقرب إلى الله، نية حب هذا الوطن، فيكون
كل ما يقع في هذه المزرعة أو كل ما ينقص منها من طير أو حيوان ومن باب أولى أو إنسان فهو يعتبر يعني يعتبر فيه أجر. ولذلك يا أيها الإخوة الأعزاء، إننا نتمتع بوطن نحسد عليه، فعلينا أن نبذل النفس والنفيس من أجل خدمته. الطبيب في يعني في مستشفاه، والمهندس في مكتبه أو في محرابه، والمبدع في المكان الذي يبدع فيه. جميعنا نستصحب نية محبة الوطن ونية التقرب إلى الله عز وجل. إننا إذا فعلنا ذلك فإن راية الوطن ترتفع بإذن الله عز وجل، ونصبح بمثابة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلكم يعني الشاعر القديم يحدثنا بأن الوطن لا ينبغي فقط أن نحبه، وإنما ينبغي أن نجاهد من أجله، حتى أنه يقول: وللحرية الحمراء باب بكل يد مذرجة يدق. ولذلكم يا أيها الإخوة الأعزاء، في الوقت الذي يتكالب فيه الناس على هذا البلد مشرقا ومغربا وشمالا وجنوبا، فإن محبة الإنسان لوطنه ينبغي أن تتمثل في النصرة، ينبغي أن تتمثل في إعطاء صورة جميلة عن هذا الوطن، وإنكم لحريون بذلك. فلقد استعمرتم 130 عاما، ولكن مع ذلك وجدناها أبناء هذا الوطن يأبون إلا أن يرفعوا راية هذا الدين وراية هذا الوطن. وإن تعجب فعجب أن هذه العاصمة التي نعيش فيها كانت تسمى باب الجهاد. لماذا سميت باب الجهاد؟ لأنه عندما يأتي المستعمر الأجنبي، ولقد احتلت وهران واحتلت الجزائر واحتلت مناطق كثيرة من الجيران الذين ربما كنا نثق بهم، ولكنهم احتلوا. ما الذي يفعله شباب هذا الوطن؟ يذهبون إلى الميناء ويتنافسون ويتزاحمون. لماذا؟ من أجل أن يكون لهم موطئ قدم في سفينة من السفن التي تخرج دفاعا عن بيضة هذا الوطن. ولذلكم يا أيها الإخوة الأعزاء، أي نعم، قد يكون الإنسان في ظروف ما، ولكن مع ذلك فإنه إذا تعلق الأمر بالوطن فينبغي أن نذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: الله يعلم أنك لمن أحب البلاد إلي. ونذكر قول سيدنا إبراهيم: ربنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ادعوا لهذا الوطن، قولوا: اللهم كثر خيراته، اللهم كثر فيه الأمن، اللهم كثر فيه الطمأنينة. والمولى آمين عز وجل آمين يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. آمين آمين. فإننا إذا دعونا إلى هذا الوطن فإننا بإذن الله عز وجل يعني نشعر بالبركة ونشعر بالخيرات فيه، وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى الفقرة الثانية من البرنامج، إلى استقبال المكالمات الهاتفية. أم محمد من ميلا، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك أم محمد. نعم إخوتي في العارضة التقنية، هل أم محمد لا تزال معنا أم ذهبت المكالمة؟ نعم أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أظن أن مكالمة أم محمد قد انقطعت. نأخذ فاطمة من أدرار، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك فاطمة. عندي خويا سؤال. نعم. ما هي
يمين الغاموس. يمين الغاموس. يمين الغاموس. نعم. هذا هو السؤال الثاني. شكرا لك سيدتي الكريمة. تسمعين الإجابة في خضم الحصة؟ نعم أختي نهى، هناك مكالمة هاتفية أخرى. عبد الرحمن ورقلة. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا أخي عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك، أظن أننا قد تكلمنا من قبل مع بعض. نعم حمد. الله يبارك. هل أجبناك أم لم نجبك بعد؟ أجبتنا، وأنا عندي سؤال اليوم حقيقة. نعم تفضل. أنا حبيت نسأل بالنسبة للمرأة التي مات زوجها. المرأة التي مات زوجها. بالنسبة للعدة، فإن المعروف أن العدة 4 أشهر و10 أيام. نعم. وبالنسبة للمرأة العاملة، يعني بالنسبة للقانون للعامل في الجزائر أنهم يعطوها 3 أيام. نعم. هل تتوقف عن العمل أم تذهب إلى العمل؟ نعم واضح السؤال، بارك الله فيك. شكرا. هل لديك سؤال آخر؟ لا بارك الله فيك. إذا تسمع الإجابة أخي. نعم أختي نهى، هل لديك مكالمة هاتفية أخرى نستقبلها؟ نعم. أم محمد من ميلا عادت معنا. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك أم محمد. وعليكم السلام. أنا ليس اللي عايز تقبل، وأنا واحدة أخرى. الله يبارك، مرحبا بك. مرحبا بك وبناس ميلا، وإن شاء الله ترجع لنا السيدة الأخرى إن شاء الله يا رب. الله يسلمك. أنا في الحقيقة عندي زوج أسئلة وليدي. نعم تفضلي سيدتي. السؤال الأول، حبيت أن تفسرونا الآية اللي قول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات. وانا يعني راني نشوف في بعض الناس العكس في هذا. والسؤال الثاني، نعم كاينين بعض النساء كيموتوا لهم الازواج، ويكونوا الازواج هذوم عندهم يعني شهريه مليحه كما نقولوها احنا. يعاودوا يقول لك انا نتزوج بالفاتحه، نعيش مع راجل ونصرف من شهريه تاع الراجل الاخر. واش رايكم يعني في هذا، في هذا الخدمة كما نقولوها احنا؟ نعم. هذا هما الأسئلة وليدي، وجزاكم الله خير والسلام عليكم. شكرا سيدتي الفاضلة أمينة من قسنطينة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. الشيخ حمزة بارك الله فيك. الله يسلمك. الله يسلمك سيدتي الكريمة. الله يسلمك. الدعاء بالشفاء. الدعاء بالشفاء للمرضى. للشفاء. شوف السؤال الثاني للهداية. الهداية. السؤال الثالث النجاح تاع الدار. بارك الله فيك. النجاح تاع الدار. شكرا سيدتي الكريمة أمينة من قسنطينة. إذا نشرع في الإجابة ريثما نجيب بعض الشيء، ثم بعدها نفتح المجال مرة أخرى لاستقبال المكالمات الهاتفية. شيخنا لدينا فاطمة من أدرار تسأل عن ماهية يمين الغموس. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الأيمان يمكن أن نقسمها إلى يمين بر ويمين حنث ويمين غموس. يمين البر ويمين الحنث يعني تكفر يعني بإطعام 10 مساكين أو صيام أو الصوم وما إلى ذلك، وإن كان يعني بالترتيب الذي ورد في الآية أنه لا بد من الإطعام ثم بعد ذلك يأتي الصيام. يمين الغموس هي أن يقسم الإنسان كاذبا عامدا متعمدا بأنه لم يأخذ من أخيه مثلا أمانة، يقول ما أعطاني هذه الأمانة، والله ما أعطاني هذه الأمانة إطلاقا، وهو كاذب. هذه يمين تسمى يمين غموس. لماذا تسمى يمين غموس؟ لأنها تغمس رأس صاحبها في النار والعياذ بالله من الشيطان الرجيم. هل لها كفارة؟ هل بإمكانه أن يطعم 10 مساكين أو أن يصوم 3 أيام؟ لا كفارة لها، لأنها كبيرة من الكبائر،
والتوبة والكبيرة يخرج الإنسان منها بأن يعود إلى الله ويطرق بابه. ولذلك الأيمان يمكن أن إذا حنث فيها الإنسان من الممكن أن يكفرها، لكن يمين الغموس هي أن يقسم الإنسان كاذبا عامدا بأن فلان ما أعطاه هذه القضية وهو قد أعطاه هذه القضية، هذه تسمى غموس لا كفارة لها، لا بصوم 3 أيام ولا بإطعام 10 مساكين، وإنما بالتوبة. ومن بين أشكالها شهادة الزور التي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور. حتى قال الراوي: وددنا لو أنه سكت رأفة به، لما شدد في تعنيف هذه القضية. وقول الزور هو أن يشهد الإنسان شهادة كاذبة ويقول: هذا الحق لفلان وليس لفلان، والحال أنه لفلان هذا وليس لفلان هذا. وبالتالي يمين الغموس هي كما ذكرت لا كفارة لها، كفارتها هي التوبة إلى الله، والمولى عز وجل يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، إلى أن تطلع الشمس من مغربها، والله أعلم. والله أعلى وأعلم. عبد الرحمن من ورقلة يسأل عن المرأة التي مات زوجها، يقول بأن عدتها في الشرع 4 أشهر و10 أيام. يقول لك: أما في قانون العمل يقول لك يمنح لها الغياب لمدة 3 أيام، هل تلتحق بالعمل أم لا؟ عدة المتوفى عنها زوجها إما أن تكون ب4 أشهر و10، وإذا كانت حاملا فإن عدتها وضع الحمل. ولذلك يعني العدة كما ذكرت يعني فعلا ينبغي أن تلتزم بها المرأة وما إلى ذلك. ما الذي ينبغي على المرأة أن تلتزم به؟ المرأة ينبغي أن تكون متبذلة، يعني لا تتزين. الزينة التي تتزينها النساء عادة تلبس ثيابها العادية وتبيت في بيتها. فلو كانت لها تجارة أو كانت لها زراعة أو كان لها يعني خروج إلى العمل وما إلى ذلك، هل يجب عليها أن تلزم البيت؟ لا يجب عليها أن تلزم البيت، تخرج عادي. غاية ما في الأمر أنها تبتعد عن الزينة، خاصة إذا خرجت وما إلى ذلك، تلبس اللباس العادي، لا تلبس اللباس النظيف. نحن لم نقل بأنها ينبغي أن تكون وسخة، وإنما تلبس اللباس النظيف الذي يحفظ كرامتها، وتخرج إلى العمل وتعود وتبيت في البيت. حتى أن العلماء قالوا حتى المبيت ليس كل الليل، البعض يقول لك ينبغي عليها أن تغرب عليها الشمس وهي في بيتها، والحق أنها ينبغي أن تبيت في بيتها لا أكثر ولا أقل. ولقد جاءت بعض النساء اللاتي استشهد أزواجهن في أحد، في أحد استشهد الكثير من الصحابة، وكانت الأرامل كثيرات، وكأن صدورهن ضاقت بالبقاء في البيت وعدم الخروج منها. فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه أن يخرجنا من أجل أن يجلسن مع جاراتهن، ربما إلى وقت يكون المغرب قد أذن أو يكون العشاء قد أذن، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام لهن
على أن يرجعن ليبتن في البيت بشرط ألا يكون هناك ضرر، فإن كان هناك ضرر أمني أو ضرر أيام الإرهاب وما إلى ذلك فإننا كنا نفتي بأن المرأة لا تبيت في بيتها إذا كانت في منطقة معزولة وفيها الإرهاب وفيها القتل وما إلى ذلك، لأن المحافظة على الأبدان مقدمة على المحافظة على الأديان. ولذلك ليس هناك ما يقول بأن المرأة لا تخرج من بيتها إطلاقا، تخرج من أجل أن تزور والدها، من أجل أن تزور والدتها، من أجل أن تتحدث مع جارتها وترفع عن نفسها بعض الشيء، لكن ينبغي أن تبيت في البيت. وإذا كان الأمر بالنسبة للترفيه وما إلى ذلك هذا حكمه، فإن خروجها للعمل يعني أمر عادي، وخروجها للتجارة أمر عادي، وخروجها للمزارعة كذلك أمر عادي، والله أعلم. والله أعلى وأعلم. أم محمد من ميرا تبحث عن تفسير الطيبون للطيبات. ما من شك بأن الزوج عندما يريد أن يتزوج يود أن يجد امرأة صالحة، والوالد عندما يريد أن يزوج ابنته يود أن يجد رجلا صالحا. فماذا قال المولى عز وجل؟ قال اسلكوا هذا، يعني ابحثوا عن الزوجة الصالحة وابحثوا عن الرجل الصالح. لكن ما هو السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن نكون طيبين، فإن الإنسان إذا كان طيبا بإذن الله عز وجل يرزقه امرأة طيبة، وإن المرأة إذا كانت طيبة بإذن الله عز وجل يرزقها المولى عز وجل رجلا طيبا. ولذلك المولى عز وجل يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. لكن هل هي قاعدة مضطردة لا يمكن أن تختل إطلاقا؟ قد تختل، وهذا من البلاء. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. المهم أنهما كانتا زوجتي نبيين، ومع ذلك فإنهما كانت عندهما خيانة عقدية، بحيث كانت هذه الزوجات تتعاون مع الكافرين أو مع المشركين في صد الإسلام الذي جاء به نوح ولوط وما إلى ذلك. ليست الخيانة كما يفهمها البعض وما إلى ذلك، وإنما هي خيانة مبدأ، خيانة دين. ولذلك قد يكون الرجل طيبا ومع ذلك تكون المرأة غير طيبة، نقول له إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يهدي الله على يدك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. لا تقل أطردها، وإنما مد لها يدك لعل الله يجعل هدايتها على يدك. وقد تجدين الزوج غير طيب، كذلك ما ينبغي أن نقول ينبغي أن نفارق هذا الزوج وهذا ليس من الطيبين وما إلى ذلك، وإنما اجعليه مشروعك في الدعوة، مشروعك في التبليغ، فإنه إذا استقام على يدي قد يكون خمارا، قد يكون مرابيا، قد يكون فيه من الصفات لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن المرأة المؤمنة تجعله مشروعها وتحاول أن تمد يدها له وتقوده إلى الجادة، يعني قيادة فيها نوع من التؤدة وما إلى ذلك. ولذلك الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات كذلك. لكن هذا لا يعني أن الإنسان إذا وجد امرأة ربما فيها بعض النقص أن يقول أطلقها لأنها ليست طيبة، كلا. وهذا لا يعني إطلاقا بأن الوالد إذا وجد رجلا غير طيب يقول أطلق ابنتي، وإنما الإسلام جاء من أجل أن تكون الأسرة عونا لبعضها البعض، الزوج يعين زوجته على طاعة الله
والزوجة تعين زوجها على طاعة الله عز وجل، والله أعلم. والله أعلى وأعلم. أم محمد من ميلة تقول بأن بعض النساء لما يموتوا لهم الأزواج وأزواجهم تقول لك يولوا يخلصوا شهرية مليحة لبس بها، فتقول لك يقروا يتزوجوا مع أزواج آخرين يعني بعد انقضاء العدة وما إلى ذلك، ولكن بالفاتحة باش تبقى تخلص هذه الشهرية. تقول لك فما يكون في هذا؟ الزوج ميت؟ يعني الزوج خلاص مات وهي تدي الشهرية وتقول لك تولي تحب تزوج بالفاتحة. لا يجوز هذا الأمر، هذا نوع من الخيانة، وإن الله حرم الكذبة والكذيبة، لأن الملف فيه وثيقة تقول بأنها ليست متزوجة وهي تذهب وتقول بشرفي أو أقسم بالله أنني لست متزوجة، وبالتالي هذه شهادة زور والعياذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد يقول قائل يعني كأنك تريد أن تمنع الناس من الخير، كلا، وإنما الخير جميل عندما يأتي من طريقه، لكن إذا جاء من طريق فيه ربما شبهة ليس خيرا وإنما يعتبر نوع من البلاء وما إلى ذلك. ولذلكم الله عز وجل يرزق الإنسان من حيث لا يحتسب، متى؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما دمت تريدين أن تتزوجي يعني ارفعي رأسك وقولي بأني متزوجة، واكتبي في البلدية بشكل رسمي وما إلى ذلك. وأما المال الذي ربما تظنين بأنه قد ينفعك فإنه قد يدخل هذا المال، ولكن لأنه ليس من حقك قد يكون وباء وبلاء على هذا الذي ربما استعمله، والله أعلم. والله أعلى وأعلم. إذن شيخنا نستقبل مكالمة هاتفية أخرى ثم نعود للإجابة على أسئلة المشاهدين. لدينا أمينة من العاصمة، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أمينة. مليكة مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا حبيت نسكتك، كنت صلي العشاء. نعم. راك تسمع فيا؟ نعم، مفهوم السؤال. كي نصلي العشاء نقرأ موراها ما نوضش من الصلاة، كي نسلم ونكمل نقرا سورة الملك قبل ما نروح لفراشي نرقد، جايز لي ولا لازم حتى نقول في فراشي؟ نعم. واضح السؤال. هل لديك سؤال آخر؟ زيد نسقسيك ثاني سؤال واحد آخر. كان عندي زوج تاعي كلام دراهم الربا، عندها من سنة 2000. نعم. عنده واحدة 800,000 هكذا، دوك عندها واحد العام رجعها ورجعها، سقس عليها كيفاش يرجعها، كيفاش ينتهي من هذه؟ قالوا له كان عنده واحد نصيبه بنته قطعوا لها رجلها، ومن بعد كي قطعوا لها رجلها عاونهم فيها باش يديروا لها راديو كامل باش يعاودوا يديروا لها رجل، قالوا هذيك الطفلة ماتت. ومن بعد هو شغل حس روحو شغل ما رجعهاش مليح، قال لكم الا جاي يسقي ولا لا؟ لا. نعم، مفهوم السؤال سيدتي الكريمة. صح. تسمعين صح. الإجابة بإذن الله. صح. أم ياسين من مستغانم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام. أهلا بك سيدتي الكريمة. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. مرحبا بك. سؤالي هو أنه ما هي حكم الشريعة من أن واحد يقول باللي ميت وصى وصية وهي ما هو حكم الشريعة؟ حكم الشريعة أنه واحد يقول الميت، أن شخص كان حاضر مع الميت يقول وصى بهذه الحاجة وهو ما وصاش بها، مع أنه كن نقوله نية تكون حسنة. أنا عندي العائلة زوج تاعي نوك عائلة نقول علاقة جيدة جدا معه، الشيخ تاعي أنا يتوفى في يدي، أنا كنت قايمة به وقت اللي مات كان معي، أنا عنده أولاد وعنده بنت واحدة. دوك هي بعد ما جدنا الميت للدار قالت لنا اسكو وصى عليا ولا ما وصاش؟ انا قلت ما وصاش، ما قاليش، قلت كلمه الحق انه ما قالش وصوا على، ما وصيتش على بنتي. من بعد شفتها بلي انها تسال بلي تقول بها وصاش عليا ما وصاش عليا، انا اضطريت نقول للزوج تاعي اللي هو اخوها نقول لها بلي روح عندها وقولها بلي بابا وصاني عليك وقال بلي تهلا فيها ايتو، ما غير هو ما قالش، بصح انا كانت النيه تاعي حسنه انه
وهي بعد ما قلنا لها كي من هكا شغل صاير هي تحرتحت ولات مليحه هيتو زعما هي حست باللي باباها وصى عليها مع انه هو ما وصاش عليها مش عارف اسكو زدت انا على الميت اسكو كذب ولا ماشي كذب الله اعلم وانا كانت نيتي حسنه وعلاقتي جيده معاهم والحمد لله زعما الشيخ تاعي كي مات كان راضي عليا وما محتار علاقتي كاع جيده معاهم كاع مع حميتي مع 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 حماتي هيتو كاع الله يبارك الله يبارك الحاجة من قسنطينة حديدة من قسنطينة حديدة حديدة حبيبة حديدة حديدة مرحبا بك سيدة حبيبة أهلا وسهلا بك فقط أخفضي فقط أخفضي الجهاز التلفزيون فقط اخفض الجهاز التلفزيون حتى تكون المكالمة أكثر وضوحا اسمعينا من الهاتف نحن سعداء بك سيدة حبيبة عن السنات عن السنات نسمي قاعدة نسمي نغرم عندي ذاك 4 سنين ولا 5 وانا نسميها كنا يوم 2 نهارات هنت يعني قضاء الصلوات الفائتة نعم هي مفهوم السؤال انت وشحال عندك من عام عندي يا وليدي ذاك 4 سنين ولا 6 وانا نسميت لنا يوم 2 نهارات الله يبارك الله يبارك يبارك في عمرك وانا في عمري 76 سنة وليدي وما خرجت من حج وما خلونيش نروح قالوا لي كبيرة مفهوم السؤال دورك دار كيفاس ورد الحجاني انا ما روحتش نحطهم في جامع ولا كيفاه مفهوم السؤال تسمعين الاجابه وزيت وليدي لا درنك انا اميه ما نعرفش نقرا قريت في الاميه اني قاعده نقرا في المصحف وقاعده نكسر شويه ما قاعداش نقرا مليح مع الشيخه كبير صححني ما نقدرش ندير نقرا مليح يا ترى شنو نكمل ولا لا نحبس واضح مفهوم واضح السؤال ايه يا وليدي ربي يسترك وربي يخليك منينا ان شاء الله ان شاء الله دائما معاكم نسمع في الحصه بورك فيك ايتها الفاضله تسمعين الاجابه نعم اختي نهى نستقبل أم محمد من ميلا عادت إلينا كآخر مكالمة لهذه الأمسية أم محمد مرحبا بك أهلا وسهلا مساء الخير مساء الأنوار سيدتي الفاضلة تفضلي حبيت نسقسي الشيخ أنا عند كي توفى الراجل تاعي نعم خلينا نقولوا عنده كان طبيب يخدم بعد بعثه وكي وعندي دار باسم الراجل كيما شرعة نعم عندي 8 أولادي 4 والام تاعو من بعد خويا كي باع الحطب هذاك دا دراهم هذو كانت مو قالت لي قسمتي في الورث خوه ولا خوك اللي باع الحطب خويا خوك نعم بعد وانا تما عندي ثاني الزوج تاعي باع الذهب تاعي نقولوا في الوقت هذاك وتما قال لي دين الزوج تاعك باع الذهب شرى به الحطب لا ترى به كان راح يدير به سكنة كان راح يدير به السكنة هذيك راحت ما كتبش ربي فيها راحت نعم اها ومن بعد كي توفى قعد الدين هذاك عليه تاع الذهب تاعي ما مرتحوليش معناتها انت حبيتي تقصي هذه بهذه هذوك تما انا كي سقسيت قالوا لي تما دوك تخرجوا الدين هو الاول تخرجون الدين عنه تخرجوا الدين هو الاول ومن بعد تولي تقسموا الشيء اللي نقولوا اللي بقى من هذاك من الرزق هذاك انا كي قلت كنت قلت كان الصبار داهم قدام خويا ما راح وما كانش من بعد كي جابهم لي في 2021 كي خرجت الذهب تاعي هذاك سلكت به نقولوا الام تاع الراجل تاعي سلكتي ام راجلك اها دوكا ما على باليش دوكا قالوا لي ها دوكا انا خرجتها من الصبار اللي تستلم تاع الحطب وتاع الدار وحكمت الدار لولادي نعم ومن بعد دوكا قالوا لي ها دوك تعاودي الحسبه قال لي ما تعاوديها في 2011 قالوا لي دوكا الدار في وقت 2011 قومناها زيت ودوكا زيت دوكا انا ما على باليش دوكا انا راني سلفتها وخلصت قلت 21 في 2021 دوكا انا حابه نفهم الدار هذه انا مش حنبيعها حنا نحط مكراوه هذه ما عندي لا شهريه لا حتى حاجه
تما تحب خليها قبل ولادي هذوك ما تبارطي لي طارو قسمت لينا تاع الذهب ونقولوا تاع ولادي سلكت بهم على قلت سلكت تما العجوز وقدام تسكنها ليا الان. الان سيدتي فقط حتى نفهم جيدا، المنزل هل ما زال باسم زوجك المتوفي؟ واش اللي باسمه؟ المنزل الدار هذا المنزل ماهوش باسمه خلاص، باسم الراجل اللي شرينا عليه. ما بقولك تما هو كيشري على الراجل قاعد على الراجل، ما كتبوش باسمه. ما كتبولوش باسمه؟ ما تكتبوش؟ ما تكتبوش خلاص، عنده واحد 20 سنه من اللي شرى، كيما شرى خلاه عند على الراجل. من هو وفاته كنت وليت تمرات ما يحبش، قال لي لازمك ترجع الدار باسمك، انا ما ديش موت بين الحياه. معنات هذوك يعاود يرجعوا لك على اسمك؟ رجعوه لي وكان كتبته باسمي. خلاص مفهوم. هي دراهمها دوك، قالوا لي ها دوك لازمك تقومي في الوقت الحاضر. شكون هذا اللي راه يقول لك هذا الكلام؟ هل انا دوك خويا كيسقس الامام قال له تما القسمه الاولى كيما كتبتوها المره الاولى خلاص خلصت. وشكون اللي يقول لك تعاودي تقومي؟ قال لي لا، قال لي انا كتبت الامام اخر قال لي ها. خلاص مفهوم السؤال سيدتي الكريمه، تسمعين الإجابة بخصوص هذا السؤال. نعم أختي، هل لديك سؤال آخر؟ هذا ما كان خويا الله يعيشك. تسمعين الإجابة إن شاء الله التي تشفيك والتي تحل لك المسألة من كل الجوانب. إذن شيخنا نعود للإجابة على أسئلة المشاهدين، نبدأ بأمينة من قسنطينة تسألكم الدعاء لها بالشفاء الهداية والنجاح والتوفيق لعائلتها ككل، ونغتنم نحن كذلك الفرصة وندعو لأبنائنا الذين هم مقبلون على شهادة البكالوريا هذا الأسبوع والذين كانوا قد اجتازوا شهادة المتوسط الأسبوع الفارط. تفضل شيخنا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تشفي جميع مرضى المسلمين والمسلمات، وأن ترحم الأحياء منهم والأموات، وأن تنجح أبناءنا فيما يقدمون عليه من شهادات، يعني السيزيام والله مش عارف إذا كان سيزيام والله ما كانش، والأهلية والبكالوريا والماستر والليسانس والدكتوراه، كل مقبل على علم نبشره ونقول له أنت ناجح من البداية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الله ينجحكم جميعا، والأخت الكريمة من قسنطينة الله يفرحها إن شاء الله بأهلها وأبنائها في الدنيا والآخرة إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله رب العالمين. مليكة من العاصمة تقول لما تصلي صلاة العشاء تقولك لا أقوم من مكاني حتى أقرأ سورة الملك، فهل يتوجب علي أن أقرأها دبر الصلاة أم أقرأها وأنا متكئة في الفراش؟ تفضل شيخ. عندما يسلم الإنسان فإن السلام هو التحلل من الصلاة، لأن الصلاة لها تحريم وهو التكبير وتحليل وهو السلام، وبالتالي عندما تسلمين. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لمعاذ يا معاذ إني لا أحبك ولا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وورد أن الإنسان في مجلسه يستحب له إن كان له وقت أن يستغفر الله ثلاثا، وأن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يسبح الله ثلاثا وثلاثين، ويحمده ثلاثا وثلاثين، ويكبره ثلاثا وثلاثين، ويختم بتمام المئة. هذا كله مستحب. بعد ذلك نحن أحرار، إذا كان عندك من الوقت ما فيه متسع وأردت أن تجلسي وتقرأي تبارك الذي بيده الملك أو البقرة أو ما إلى ذلك فلك ذلك، وإذا أردت أن تؤجلي ذلك إلى قبيل النوم فلك ذلك أيضا، والله أعلم. والله أعلى وأعلم. تقول في سؤالها الثاني الأخت ملكة بأن زوجها كانت بحوزته مبلغ مالي 8000 دينار جزائري تحصل عليها من فوائد الربوية تاع البنك، ولما استفتى قالوا له لازم تتخلص منها، هو تقول لك تخلص منها بحيث أنه مدها لوحدة من أقارب نتاعو عاونهم كي كانوا يجريوا بها، كانت مريضة في الراديو وما إلى ذلك. تقول لك بعدها توفيت هذه السيدة هذه الطفلة،
لما توفيت بعدها تقول لك بعد دوكا الان هو راه يحس بتأنيب ضمير، يقول في بقلبه بلك راني ما خرجتهاش مليح، بلك نعاود نخرجها. فتقول لك سيدي الشيخ شوف لنا هذا الموضوع. بادئ ذي بدء نقول للأخ الكريم جزاك الله خيرا، فإن يعني التحري ومحاولة الابتعاد عن مواطن الشبهات هو من ديدن المسلم، جزاك الله خيرا. ولقد يعني ولقد تخلصت من هذا المال، أعطيته لمحتاج فقط، العلماء يقولون دون أن تعلمه بأصله، يعني تعطيه، لا تقول له هذه زكاة ولا صدقة ولا أي شيء، قال تفضل وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الآجال بيد الله، إن روح القدس نفث في روعه، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إن روح القدس قد نفث في روعه، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. انتهت الدقائق وانتهت الساعات واللحظات التي كان من المفروض أن تعيشها هذه المخلوقة أو أن يعيش هذا المخلوق. أما أن يقول الإنسان بأنني أنا الذي كنت سببا في ذلك، فهذا فقط من وساوس الشيطان، يريد الشيطان عليه لعنة الله عز وجل أن يفسد على المؤمن رجوعه إلى الله. أنت رجعت إلى ربك وتخلصت من هذا المال وأعطيته لجهة دون أن تعلمها بأصلها، الشيطان لا يريد ذلك، وإنما يريد أن يفسد عليك فيأتيك ليوسوس لك أن هذا التخلص غير مقبول، وأن أبدا اطمئن قلبا وقر عينا، فإنك قد عدت إلى ربك، والله عز وجل يعني يفرح بتوبة عبده فرحا لا يدانيه فرح، والله أعلم. الله أعلى وأعلم. شيخنا أم ياسين من مستغانم تقول ما هو حكم الشريعة في من يكذب في الوصية على الميت وبعدها روت الوقائع كالآتي؟ تقول لك أنا كنت بارة بوالد زوجي كان يعيش عندنا، ولما توفى تقول لك هو عنده غير ذكورة وعنده طفلة واحدة، الطفلة هذيك مسكينة قالت لك جات تقول لهم ما وصاكمش بابا عليا، قالت لك أنا قلت لها لا ما وصاش ما قالش، فقالت لك زعفت واستغاضت وكذا، فهي ولات قالت لزوجها نقول لها باللي وصانا خير وقالنا تهلاو في خدكم وكذا، من هذا القبيل، كلام من هذا القبيل، حتى تطيب بخاطرها. تقول لك عاودت فرحت وعاودت تهلل وجهها بعدما كانت حزينة وما إلى ذلك. فتقول لك أنا هل فعلت منكرا أم لا؟ أبدا لم تفعلي منكرا. وفقط يعني قبل أن نوضح هذه القضية نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث، وبالتالي البنت وارثة، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فأنت ذات حق ذات نصيب معلوم في الميراث، ولذلك لا تجوز لك الوصية إذا كان المقصود من الوصية الجانب المالي، لأنه لا وصية لوارث، فالوصية تعطى لغير الوارث على أن لا تتجاوز الثلث، ويمكن أن تتجاوز أن 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 أن, أن, أن ننفذها إذا تجاوزت الثلث برضا الورثة. أما إذا كانت تقصد بالوصية يعني استوصوا بالنساء خيرا وطلعوا في خطكم وما إلى ذلك، فما من شك بأن الوالد يوصي إما بحاله أو ببقاله، إما أنه يقول راني تهلاو في خطكم، وإلا يقول يا ودي راهي ولي بيناتكم يعني اتقوا الله فيها. ولذلك من حيث الجانب المصطلحي للميراث لا وصية لوارث، من حيث أن الوالد يعني يقول لإخوانك استوصوا بها خيرا، فما من شك بأن كل والد يكون ذلك. الآن الأخت الكريمة عندما قالت لها بأن الوالد قد أوصى بك خيرا، كان المقصود من ذلك هو إصلاح ذات البين،
والعلماء يقولون يجوز الكذب في إصلاح ذات البين وفي الزوج لزوجته أو في الزوجة لزوجها، يقول لها أنت أجمل نساء العالمين وهي ليست جميلة إطلاقا، هذا من الكذب المباح. تقول له أنت ما شاء الله كان، وهو معاكس لذلك إطلاقا، هذا من الكذب المباح. كذلك إذا كان أخوان متخاصمان يعني متقاطعين، أنا أذهب إلى الخصم الأول وأقول له والله لقد ذكرك فلان ما شاء الله ذكرك بخير، وأذهب إلى الثاني وأقول له لقد سمعت فلان يحدث عنك، فتلين القلوب وترجع المياه إلى مجاريها. ولذلك كان قصدك أختي الكريمة أن تصلحي ذات البين وأن تدخل السرور في نفس هذه الموتورة التي مات والدها وتحسب بأنه لم يوصي بها خيرا، أنت أدخلت في نفسها السرور جزاك الله خيرا، وهذا لا يعتبر كذبا إطلاقا، وإنما يعتبر من الكذب المباح الذي هو يعني الذي يقصد به إصلاح ذات البين، والله أعلم. والله أعلى وأعلم. الحاجة من قسنطينة شيخنا حبيبة سيدة حبيبة تقول هي تصلي صلاة القضاء، يعني تقضي الصلوات التي لم تصلها في فترة من الفترات، تقول لك أنا عندي الآن 5 سنين ولا 6 سنين وأنا نقضي بهذا الشكل، تصلي في كل يوم قيمة يومين، تقول لك فما رأيكم في هذه الطريقة طريقة القضاء؟ تفضل شيخ. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك، ويعني من دلائل سعادة المرء أن يوفقه لطاعة، ومن بين أشكال الطاعات أن يرد الإنسان الحقوق المتعلقة بالله عز وجل، ومن الحقوق المتعلقة بالله عز وجل أداء الصلاة. وأنت جزاك الله خيرا تجتهدين في أن ترجع الصلوات التي ربما قصرت فيها أو ربما نسيتها أو ما إلى ذلك، نقول لك جزاك الله خيرا. فقط الفقهاء يقولون إذا كان للإنسان، المالكية يقولون إذا كان للإنسان متسع من الوقت فالأولى أن يقضي مع كل وقت 5 أوقات، فيكون مجموع الأوقات التي تقضى في اليوم هي 5 أيام. فإن أنت قضيت يومين في اليوم كما قلت جزاك الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك، والله أعلم. والله أعلى وأعلم. تقول عمرها 76 سنة، ما خرجتش في القرعة تاع الحج، تقول لك هل يمكنني أن أضع المال الذي كنت أنوي الحج به في بناء مسجد ولا كيف هندير؟ بماذا تنصحها يعني؟ أولا المولى عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني من رحمة الله عز وجل أنه يعني جعل الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا تسقط إطلاقا، لكن الحج فيه سفر وفيه جواز سفر وفيه فيزا وفيه مشقة وما إلى ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5، ثم بعد ذلك قال في نهاية الحديث وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولذلك قد تكون هناك قوانين تمنع الإنسان من أن يحج إذا بلغ سنا معينة، فالآن يعني هو كان الحج واجبا عليه، ما دام القانون لا يسمح بذلك فهو يدخل في من استطاع إليه سبيلا، فأنت لم تستطيعي، ونسأل الله عز وجل أن يفاجئك بوجود حجة وحجات في صحائفك يوم القيامة، لأن الإنسان قد يجد في ميزان حسناته أعمال لم يقم بها وإنما كان يريد أن يقوم بها وعجز عن ذلك، فالمولى عز وجل يكتبها له كاملة، هذا من ناحية الأجر وما إلى ذلك. أما من ناحية هل أدى يعني الواجب أو ما إلى ذلك، لم يؤدي الواجب، ولكنك معذورة لأنك لم تستطيع إلى ذلك. تسألين المال هل تتصدقين به لمسجد أم تضعينه في مجال آخر؟ إذا أردت رأيي
انظري إلى أسر فقيرة بجانبك أو في أو من جيرانك أو من أقاربك أو من أولادك هذا المال، فإن هذا المال خير لك من أن تضعيه في مسجد، لأن الناس ولله الحمد الآن كثيرون هم الذين يتبرعون إلى المساجد وما إلى ذلك، ولكن مع ذلك فإن لقمة في بطن جائع أفضل من ربما فراش نضعه في مسجد. كل ذلك مقبول، لكن اللقمة التي توضع في جوف الجائع ما من شك بأنها أفضل، وحيثما وضعت هذا المال ونويت به الصدقة فالمولى عز وجل كريم يتقبل منا ومنك إن شاء الله رب العالمين. شيخنا، في هذه الحالة إذا كان عندها أولادها زواولة ما عندهمش، هل تقدر تكرمهم باللقمة؟ وهو كذلك، بل إن ذلك أفضل، لأن المولى عز وجل يقول الأقربون أولى بالمعروف. الصدقة عندما نعطيها لمسلمين أو لإنسان عادي هي صدقة، ولكننا إذا أعطيناها لولد أو لبنت فقيرة أو ولد تجاوز سن الرشد وما إلى ذلك فهي صدقة وصلة، يعني المولى عز وجل يعطينا على ذلك أجرين كاملين، والله أعلم. الله أعلى وأعلم. تقول في سؤالها الثالث شيخنا بأنها أمية وتدرس في محوي الأمية عند الشيخ، تقول لك نقرأ القرآن، تقول لك ولكن ما قدرش نقرأ قراءة يعني ممتازة، ما زلت نكسر، فتقول لك هل نكمل ولا ما نكملش؟ أكملي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ القرآن وهو ماهر به، يعرف يقرأ الله يبارك ما شاء الله كان، فهو مع الكرام الصفرة البرر، يعني مع الملائكة. والذي يقرأ القرآن ويتهته به، وفي رواية ويتعتع به، يكسر يهجي كما نقولوا احنا، فله أجران. الأجر الأول أجر القراءة، والأجر الثاني أجر المشقة. صحيح أن الإنسان إذا كان باستطاعته أن يتعلم آداب التلاوة فذلك جميل، لكن إذا كان يعني بلغ من الكبر ما شاء الله كان، أو كانت لهجته ولكنته تمنعه من ذلك، له أن يقرأ ذلك. لأن النبي، لأنه ورد بأن سيدنا بلال رضي الله عنه كان عندما يؤذن يقول، لا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإنما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فعندما يعني يغير هذا الحرف هل يقدح ذلك في نطقه بالأذان؟ لا يقدح ذلك إطلاقا، لأنه لهجته. وعد رومي وإلا روسي وإلا صيني أو إنسان عامي من عامتنا في هذا البلد لا يعرف اللغة العربية، ولعله يغير القاف إلى غين أو الغين إلى قاف أو السين إلى شين أو الشين إلى سين، إذا كان نتيجة عادة، إن استطاع أن يتخلص من هذه العادة فذلك هو المطلوب، وإن غلبت عليه عادته لكبر سن ولعجز وما إلى ذلك فإن المولى عز وجل كريم. ولقد كانت السيدة أم أيمن التي ربت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبشية سوداء تنطق السين شينا والشين سينا، وكانت عندما تدعو على المسلمين تقول اللهم شتتهم أو ما إلى ذلك، وكأنها تريد أن تقول اللهم ثبتهم أو كلام بهذا المعنى. فكان الذي يسمعها أعتقد النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله، بقي لنا من الوقت دقيق، فكان الذي يسمعها أو أعتقد أنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم بقلبها لا بلسانها. ولذلك قراي يا بنتي، قراي الحاجة، أقراي واعلمي بأن المولى عز وجل له من السعة ما يعني يجعلك بإذن الله في إطار
المؤمنات اللاتي يقرأن القرآن الكريم. آمين. والله يا رب العالمين. رب العالمين. آمين يا رب العالمين. شكرا لك شيخنا الشيخ عمار محجوبي على هاته الإضاءات في أسئلة المشاهدين. مشاهدينا الكرام أشكركم على طيب الإصغاء والمشاهدة، وباسمكم أشكر الفرقة التقنية العاملة اللحظة. إلى أن ألقاكم، سلام.